السلام عليكم. بتحكي اليوم عن الإلكترونات بأبسط أشكالها، يعني إذا كان عندي معادلة رياضيات y تساوي 2x تربيع زائد 3x ناقص 3، كيف بدي أعملها إلكترون وأستدعي هذا الإلكترون بشكل صحيح؟ المعادلة بتأخذ x كأز input اللي هو بحكوله متغير مستقل، وبترجع الواي اللي هو متغير تابع أو هاند من كله independent وهاند من كله dependent. Write a function that accept x as an integer parameter, then return the value of 2 times x squared plus 3x minus 3. Call it properly and print x and the resulting y. أول شيء الصيغة تبعت الإلكترون، أول شيء لازم تبدأ بكلمة function. Function. رقم 2 بدنا نحط اسم للإلكترون، خلينا نحط اسمه حرف واحد يجوز. Accept x as integer parameter في داخل القوسين بدنا نحدد له إيش بأخذ input. By val x as integer بأخذ قيمة اسمها x ونوعها عدد صحيح، وهان القيمة الراجعة يعني بعد ما يعمل احتساب ورجع قيمة، إيش القيمة الراجعة؟ as integer كمان، يعني بأخذ عدد صحيح وبرجع عدد صحيح. نعمل enter لحاله بكملنا int function، وهان بدنا كلمة محجوزة return، نكتب المعادلة، خلينا نجيبها جاهزة، return 2 ضرب x تربيع زائد 3 ضرب x ناقص 3. هيك الإلكترون جاهز. بس لو عملنا رن ولا في أي شيء تيجي الشاشة السوداء وبتروح. مشان نوقف الشاشة السوداء دائما بنحط console.readKey. برضو لو عملنا رن ما صار شيء، لأنه أول ما بعمل تنفيذ بيجي على الصابمين بلاقيش شيء، بلاقي console.readKey بيستعد لاستقبال أي كبسة وبرضي سكر. عملية الاستدعاء بدي أحط اسم الإلكترون F وبين قوسين القيمة F of 1. F of 1 يعني حط بدل X 1 ورجع القيمة، بس هان برضو ما فيش طباعة ولا في أي شيء، مش رح يعطيني output. القيمة الراجعة هاي في طريقتين إن نستدعيها مشان نشوفها، ممكن نكتب له console dot write line 1 and vb tab من space and f of 1 يعني اطبع لي واحد قافي الواحد، المفروض يطبع قيمتين واحد وقافي الواحد. واذا بدي اشتغل صح ممكن اجي اعمل نفس الجملة قبلها، أرتب الوضع، بدل 1 يكتب لي x كم قيمة x، وبدل f of 1 يكتب لي y. وممكن كمان أحط خط كمان جملة، معنى هاي ملهاش علاقة بالاستدعاء، هيك نشوف الرن شو صار. طبع لي x و y، قيمة x 1 قيمة y 2. ممكن نحط 5 وهي f of 5 run، الخمسة قيمة الواي عندنا 62. هيك استدعينا الإلكترون. بس بنلاحظ هان لو بدنا نرد نستخدم القيمة الناتجة اللي هي f of 5 لاحقا ما بنقدر، فممكن نقول له هان dim y as integer، نقول y تساوي f of 5. هان بنادي الإلكترون، هاي ضرورية جدا، لأنه إذا بدي أحتفظ في القيمة وأحطها في المتغير بهذا الشكل f of 5 بروح بحتسبها وبحطها في المتغير اسمه y، وهان بلغي ال f of 5 نحط y اللي هي نفس ال y اللي صار يناديها بال f of 5. نعمل run لازم تطلع ال 62 نفس القيمة السابقة. هذا الحكي ممكن نعمله تطبيقات أخرى،
يعني على سبيل المثال إذا بدنا نأخذ اقتران يجمع لي من 1 إلى 5 أو من 5 إلى 10 أو ممكن نعمل بأكثر من صيغة sum. خلينا نعمل اقتران اسمه sum function sum by val x as integer فاصلة by val y as integer وبرجع as integer. لاحظ هان بأخذ x وبأخذ y، يعني بدي أوجد مجموع من x لy. إذا كانت x 1 y 5 بده يرجع لي 1+2+3+4+5. إذا كانت x 27 y 29 بده يرجع 27 28 29 وهكذا. بدي أعمل لوب هان مشان أوجد المجموع. أول شيء بدي متغير أحط فيه المجموع s as integer ونعمل لوب طبعاً for i equals x to y s تساوي s زائد i. خلصنا هيك. بضل حط لي تحته أخضر أساس إنه ما كتبت كلمة return، لازم الريتيرن تنكتب. وإيش رجع؟ برجع الـ S return S، رجع لي قيمة الـ S. كيف بدنا نستدعي؟ خلينا نوقف هذول، بطلنا بدناش إياهم. console.writeline خلينا نحط Y نفسها. الـ Y هان ممكن أستخدم Y، ممكن أي متغير ثاني. بدي ألغي الـ F، بدي أستخدم بداله sum of. إذا بتلاحظوا الانتليسانس كتب لي x as integer y as integer، فبده رقمين، بده 5.7 5 و7، يعني بده يطلع لي مجموع 5+6+7 المفروض يطلع لي 18. نعمل run console.writeline y المجموع 18. أخذ 2 inputs ورجع قيمة. بنلاحظ برجع قيمة واحدة فقط الاقتران، لا يمكن إن كله رجع قيمتين. أي اقتران في الدنيا ممكن يأخذ أكثر من باراميتر 1 2، ممكن 3 4 5 6 قد ما بدنا، وممكن رجع بس يمكن رجع قيمة واحدة فقط. بنلاحظ شغلة ثانية هان، S كعامل محايد للجمع افتراضيا الS تساوي 0، وحطيناها تساوي 0 نفس الشيء، بيبدأ بالS تساوي 0 ويبلش يجمع عليها. ممكن هنا نحسنها، نكتب له sum of x مثلا، يعني إذا بدنا نعمل إشي له أكثر من توضيح sum of sum from x and y sum from x to y and equals n. نشوف شو فركت. sum from x، احنا هان مش حاطين ال x وال y صحيح، ممكن ال x وال y نكون معرفينهم x as integer فاصل y as integer، وهان نكتب له x تساوي 5 كلنا، y تساوي 7، ونستعيد عن ال x وال y، نستعيد عن ال 5 بال x وعن ال 7 بال y. يجوز ان يكون هان في عندي x وهان في عندي y. ال y معرف صحيح، صار عندي مشكلة هان ال y. خلينا نكتب هنا sum s as integer، وهان بدنا نقول له ال s تساوي sum of x y، وهان بدنا نحط له x. شوف الفرقية في الاوتبوت إذا ما في أخطاء. sum from 5 to 7 equals 7، في مشكلة equals s. وتو حط سبيس قبلها
sum from 5 to 7 equals 18 100%. طيب ممكن نعمل اقتران اخر. طلعوا الاقتران بيبدا بفانكشن وان فانكشن فانكشن وان فانكشن بكون قبل السبمين. ممكن لو جينا نكتب اقتران باخذ 1 انبوت اللي هو رقم وبرجع المضروب تبع الرقم. يعني على سبيل المثال مضروب الخمسة equals 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5. بدنا نعمل اقتران اسمه فاكتوريال رجع لي المضروب لأي رقم ببعث له إياه. فبنكتب function factorial by val n as integer. طبعا الرقم الراجع مش رح ممكن يكون انتجر طبعا بس لانه الرقم اللي بيرجع رقم كبير جدا فممكن احط له as long اطول من اللي ببعثه انتر. بالنسبه للفاكتوريال نلاحظ شغله انه معامل الضرب في الفاكتوريال اللي يعني بدي اعمل ضرب ما بصير يبدا بصفر. then if as integer اللي هو الاف متغير بيحتوي على قيمة الفاكتوريال وبدي اعمل لوب نفس اللي قبلها نفس الصم ولا بفرق عنه اشي for i equals 1 n s تساوي s ضرب i هان s تساوي s زائد i. هان كنا من الى بس هان سوري هاي مش اف مش اس اف تساوي اف ضرب اي. هان بدنا من اكس لواي بس هان اجباري من واحد لانه الفاكتوريال بس بلزمني اعرف الرقم خمسة. خمسة في اربعة في ثلاثة في اثنين في واحد بوقف عند الواحد او ببدأ بالواحد وبنتهي عند الام. واخر شيء بدي اقوله ريتيرن اف. في هذه الحالة لو استدعيناه الاف خلينا نعمل هيك فاكتوريال اوف فاكتوريال اوف خلينا نقول 7 او 5 خلينا equals equals and نستدعي فاكتوريال اوف 5. رح رجع لي صفر. هسا بنحكي ليش factorial of 5 equals 0. السبب انه احنا في الاقتران الاف as integer f تساوي f ضرب i افتراضيا الاف صفر فلما يضربها في واحد بتصير صفر وبضربها باثنين بتضل صفر ما دامت صفر مضروب لازم معامل المحايد يكون 1. هيك نعمل run طلع 120. بس لو بدنا نيجي نجرب فاكتوريال الصفر علماء الرياضيات بعلموا فاكتوريال الصفر على اساس انه واحد طلع لي واحد افتراضيا لاني انا حاط الاف واحد افتراضيا طبعا ما بصير تكون ناقص. ممكن احنا نعمل اي اقتران بلزمنا كنوع من التدريب. خلينا نعمل كمان اقتران نعطيه الرقم ورجع لنا الابسوليوت فاليو للرقم نسميه فانكشن اي بي اس فانكشن اي بي اس اوف باي فال اكس از انتجر از انتجر function as integer. هان إذا بدنا نفحص الرقم إذا كان سالب يعكس إشارته if x أصغر من صفر then x تساوي ناقص x عكس لإشارتها بعدها return X. إذا كانت موجبة مش رح يتحقق الشرط رح أرجعها نفسها وإذا كانت سالبة X تساوي ناقص X سالب السالب بتصير موجب.
وعملية استدعائه نفس الشيء. لو جينا كتبنا جملة كونسول دوت رايت لاين ABS of ناقص 3 equals and ABS of ناقص 3 بس بدها هان equal وهان نسكر القوس تبع الرايت لاين المفروض يطلع لي 3 نشوف 3 absolute value of minus 3 equals 3 أي شيء ممكن يعملوا اقتران. طبعاً بتلاحظوا الاقتران الأمثلة اللي أخذناهم كلهم as integer as integer. ممكن الاقتران ما يرجع عدد صحيح. يعني على سبيل المثال خلينا نشطب اللي كتبناهم جميعهم ونشطب الموجود هان وبدنا نكتب اقتران بيستقبل علامة الطالب وبرجع ناجح وراسب. أول إشي بدنا نسأل اليوزر dim g as integer console.writeLine enter your grade ادخل علامتك هي أول شيء. والG equals console.readLine مشان نوقف الشاشة console.readP بدنا نكتب اقتران نبعث له الG اللي دخلها اليوزر ويفحص ورجع لي النتيجة. ممكن يلزمني هان result as string يعني بده يرجع لي result as string اللي هي كلمة ناجح وراسب. function status أو أي اسم مقبول by val x as integer. نلاحظ ال x as string ال x أي قيمة مش بالضرورة يكون اسم هجي. ولو حطيناها جي يجوز فش فرق بين الكابيتال والسمول. طبعا هاي الجي مرئية فقط من هان لهان تختلف عن الجي هاي بس هاي الجي بدي أبعثها مكان هاي فبتفحص هان اف جي أصغر من 60 then return fit else return s. إذا كانت الجي أصغر من 60 رجع راسب وإلا إذا كانت أكبر من 60 رجع لي كلمة ناجح. فهان ده كله الاستدعاء الصح result equals status of G. العلامة اللي دخلتها ضاع لي نتيجتها console.writeLine. ممكن نكتب العلامة G and نكتب is and G لا result اللي هي مثلا 80 is pass. نجرب أول شيء الأوتبوت enter your grade enter your grade بدناش ندخل على السطر اللي بعده رايت خليها enter your grade 70 enter 70 is pass. مرة ثانية لو دخلنا قيمة أقل 55 55 is fail. ضروري ننتبه إنه أخذ عدد صحيح الإقتران by val g as integer as string رجع قيمة نصية. هاي القيمة النصية اللي برجعها ممكن بدل إن كله بدل string من كله الراسب حط له false والناجح حط له true.
في موصفات قبل الفانكشن ممكن نكتب له كلمة public function status. public معناها عام، يعني هذا الاقتران مرئي من جميع الفورم، ممكن النادي بأي مكان بالفورم، ولما حطيناهاش في الفورم هو يعتبر حتى لو كان private ممكن تسد مسدها private، مش تسد مسدها يعني نفس الآلية، private يعني ما بقدر استدعيه من خارج الفورم، public بقدر استدعيه من مكان آخر. هي هيك الاقترانات. ممكن أي شيء، ممكن عملية تحويل درجة الحرارة من فهرنهايت لمئوي تكون عن طريق اقتران، وممكن العكس من مئوي لفهرنهايت تكون عن طريق اقتران. ممكن ندخل المقاييس، حول لي كيلو لباوند، نعمل اقتران. كل شيء هاي الشغلات اللي فيها input or more وreturn one output نستخدمها عن طريق الاقتران. طبعا إذا بدناش نستخدم الاقتران يعني بدنا نكتب الكود 100 مرة و 200 حسب الاستخدام، وبسبب لنا وجع رأسي كثير. فأعمل إنه استفدت من الاقتران وطبقوا عملي جميعياته زي ما عملنا، وشكرا جزيلا لكم.